مين اوائل نشيدك كنت تحبه؟ ايوه هذا كثير اسمه، كان على لابتوب مكتبي عندي للوالد، عندنا الاشياء اللي تربينا عليها. أوه. اشغل عشان اسمع دائما، كان يعجبني مره يعجبني، فلان ذكرني فيه. انت قلت استهلاليه؟ ها؟ في وقت سحر؟ ايوه وقت سحر نبغى حاجه كذا وقت سحر. انا في هذا النشيد، ادخل معي فيها. ايش هو؟ عشان يمكن ما اعرف. لا انا لو ما اعرف. الطاوله هذه تعرفها. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوه وصفاته كملت بلا نقصان سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطان في كل شيء قد تكامل ملكه ذا محكم التنزيل خير بيان قد عم أرجاء الفضاء بآئه انظر ترى ما لا يصفه لساني في ذلك اليوم العظيم نفوسنا وزغاها قد خاب ذو النكران من بعد مبعثهم حساب عادل يا سعدهم فقلوا على الميزان يا سعدهم وجنان ربي فتحات يتقلبون بأنعم الرحمن قد عم أرجاء الفضاء بآئه انظر ترى ما لا يصفه لساني يا غريب ما عرفته انظر 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 ترى ما لا يصفه لساني ليه ما رفعت فيها فوق؟ الله ليه ما طلعتها فوق؟ هي خلاص والله والله لفته فنيه جميله انت طلعت انت لو انا عارف اسمه فهمت علي كان